يا وتاري، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة ديال الجايد ديال طريق التسول. اليوم ان شاء الله لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نطلعو لفوق وناخدو داك دريك سورد، سيف سميتو دريك سورد، كيدير 200 ديجا وكليمور. اول حاجة غنديرو غنطلعو مع هاد السلم اللي حلينا على الكرسي ديالو الحلقة اللي فاتت. هنا الى طلعنا لفوق كنعاودو نرجعو ديك البلاصة اللي نزلنا منها، وكاين الطريق من هنا. هنا الى لاحظنا كيبان لينا داك الديل ديالو. كاين واحد لوبسيون كتقدر تشري الاروز والبو وتبقى تيري ليه في الديل ديالو، ولكن كتاخد وقت بزاف. الى بغيتي تلعبها سيف تقدر تلعب بحال هكا، توقف هنايا وتبقى تيري في الديل ديالو. فهاد الجهة كاين واحد لازم واحد الانمي كاين مورا هداك في التانية، كاين شي فيران تما باش تقدر دوز من تحت. كاين حنا شنو غادي نديرو؟ الى طلعتي ودزتي من هنا قلتي هنا مغاديش في العافية كيقتلهم كاملين. هاد البلاصة كتقدر تستعملها بحال الفارم، بغيتي تبقى تفارمي 555 صوت كل مرة تطلع هنايا ترجع طيح بدون فراغ تبقى تعاودها. هنا غنأبلاي داك جولد بايرازن. إلا بقيتي واقف هنا داك الدراغون كينزل، كتمشي كتجري للديل ديالو. هادي هي الكلايمور، طبعا هاكم مش غادي تموت، خصك كتير خصك ترجع نطلع ننزل هو بحال هكا. تمشي كتجري للديل ديالو وكتقطعو ليه، ولكن خلينا دابا الكلايمور. كليمور كدير 103 بلا والو، نقدر نهزها بيد وحدة. عندها هاد لاطاك مزيانة، غنحاولو نستعملوها هي باش نقطعو ليه الديل ديالو. هاد البلاصة كتقدر تستعملها كون فارم. لاحظتو غنطلع غناخد دوك لي سول ديالي، تعاود توقف تاخد 555 سول. دونك وانا نتسناو ينزل عاوتاني. ها الله يحصل بي. رجع الى رجع هو بحال هكا كنزل حتى لتحت، حيت كيرجع وكيطلق العافية. ديجا درنا الديكا بزاف للديل ديالو، سنا شي طير رجع لبلاصتو. ملي كيطير رجع لبلاصتو كتعاود تخرج تعاود تخبى هنا. سنا عاوتاني تينزل، كنظن بقى لي شي ضربة ولا جوج ونقطعو ليه الديل. كون كانت مأبلاي الباينازن كون تلاتة ضربات بحال هكا كتقطع. يالله سربي غنمشي نكنسل عاوتاني، دابا بغيت نلقى العافية. تقدر توقف في هاد البلاصة هادي مكنجيش فيك العافية. نعاودو معاه. هنا كنفاطرو لي لاحظتو كنميدرولي حيت هاز الكلايمور شوية تخيلة. نقدر مثلا نقص هاد لاغنيغ، حيت واحد السنة واحد واحد السنة ستة جوج سنة
الراجل كان في استرولي. نفس البلان اوت يعني مقتلهم مش كامل او واحد تما هذا غيبر زمان وخليناه مش يقتلو الا بنتي اللي بحكو كيعاود يطلق العافية ماشي علاش خصك تكون مخبي هنا تي تشكي تارينز يلا نستنى عشان شي طير خلوش دايا إلا قدرتي تجي لهاد البلاصة أحسن من ديك البلاصة مع مني كتخش تبغي تجي كدوز من قدام يعني كيوقف شي الله نزل نزل هنا الستور راه يضربك الديل ديالك خفي العذاب شوية هذا ولكن سيف زيان بالنسبة للبداية ديال الجو كتولي شوية اوبي خرج بزاف تما يلا عشيري يلا نقلك والوت انا كيقطعو كنجي هنا شي مشكلة انا مثلا حقوق كون خدينا التريك سوت غادي نغبلاصي بيها تا هو كيوزن ستة بحالو بحال الكليمور ولكن كيما طلعتو كيدير 200 في التيكا اول الحاجة الوحيدة اللي خايبة فيه هو انه مكيسكيلي مع والو واحد من البارامترات هنا فيهم مفهوم تا شي لتر يعني ما كيسكيلي مع حتى شي حاجه يعني ديك 200 كتبقى 200 داكشي علاش كيكون مزيان وهاك بالنسبه للبدايه ديال الجو ولكن الا جينا ترينينا في هادو لاحظتو تلقى المسكين تم نقل واحد دابا غادي نطلعو بالنسبة للطريق باش تكمل كاين جوج ديال الطرقان هنايا كاين وحدة من الفوق اللي هي اللي غنمشيو معاها وكاين وحدة من هنا من تحت الجسر كتلقى من واحد الفيران واحد البلاصة فيها الفيران كي بويزنيوك غادي نحاولو ندوز من الفوق هي الأولى باش ناخد داك البونفاير اللي كاين تما
كدير نفس القضية، كتوقف هنا كتسنى فيه ينزل وكتمشي كتجري. كيبالك دير الباقي عدو، ولكن راه ما مبقى فيه والو. الناس باغي يطير، غادي ينزل ناخد هاد الايتم هاديك السوز ديالي وغادي نجري نعلق. صافي هنا كنجي عند هاد الفارش وناخد هذا، كيمشي هو بحالاته. غادي نطلعو النيفو واحد شوية، نزيدو شوية الانديرونس، تزيد من الايكويب بليلد. دابا كندير الباسترول لا ايكيب بيت فانس شوش نقدم باقي فاست ما يكيب هادي فاست هادي باقي كان فاتر باقي كان ميدر اولي حيدو كين هنا يا ممكن اولي كين يعني هادو ممكن اديوكش فاست بخشلة من الفايتي هنتو شي حاجة هنا من غير هاد البلاصة كيجي لها سولير كيوقف هنا ديك اللي تلاقينا مع ديك الباز ليه. كاين واحد الكوفننت هنا ديال سان لايت. الطريق اللي غنكملو هي من هنايا، غنحلو هاد الباب وغادي نطلعو غنضربو مع واحد البلاك نايت واحد اخر اللي هو صعب من اللي قبل منو. نبداو بها الاول الاول، والطريق ديالنا خصنا نكملو هي هاديك من لهي. هنا الفوق كاين داك البلاك نايت، ولكن غادي ننزل انا لتحت. كاينين دوك الطوبات هادو كي بويزنو كدا ما غديتش معاهم بزاف، حتى كان غايب بويزنوني. حاولو ما تخليوش اتاكيوك. نورمالمون كتجي من هذيك البلاصه اللي تحت من البريدج، كتجي من ليك كتلقى هاد خونا هذا. خلاص خليه يدروبي، كيبغي يرجع للور كينقز. كاين واحد اخر على اليسار ديالو، هنا باش نهيلو كيكيري البوكلي. هاد البلاصة راه هي اللي تحت، من تقدر دوز منها من تحت إلا ما خفتي من العرفة ديال الدراغون، ولكن كتوصل لعند الفيران كتلقاهم موقفين لك هنا كيحبسوك واحد الباب، وإلا بوزناوك مشكلة. وهداك الباب ديال بونفير مكيتحلش من هاد الجهة، كيفاش كنفضل انا ندوز من الفوق باش نحلو باش شويه ديال اكسي هاد البونفاير. هاد الطريق ديالنا هي من هاد البلاصه هادي، خصنا ندوزو من هاد البونت. هنا غادي نطلع الفوق، شنو غندير؟ غنطلع بشويه واقف هو كيكون كيشوف في الجهه الاخرى، ونحاول نباكستابيه. نسيب الجيبتين الى دروب باينا السيف ديالو مزيان، واحد من اوعر السيوف في الجو. هاكا كنت باكستاب راح تشوف كدير 248 في الباكستاب. انا غنحاول نضرب عليه، دروب عليا الشيلد ديالو، الشيلد ديالو مزيان. تحتنا فيه توا 100% وعندو ريزيستونس ديال الفاير واللايتنين طالعين 95 مقارنة مع 65، 65 مقارنة مع 50، وفيه ستابيليتي 62. ستابيليتي هو ملي كيكيك شي واحد ولا ملي كتحبس شي اتاك، مكيتهرسش لك مكيتبريكاش لك ديك، تحيدش لك البوكلي من قدامك. بحال هكا غنكونو قتلنا هداك البلاك نايت. لاحظتو مع هاد السيف هذا كتولي القضية شوية سهلة،
هادي عاوننا مزيان بالموعد من الكليمور ديالنا طلعناه. غادي نرجعو للبونفاير نستعملو دوك لي سول اللي ربحنا. نطلعو شوية لديقالي اللي كنت هي الدم. راه عندنا 16 ديال هذا باش نقدر نهزو. كان خاصني 16 سترينث و 10 ديكستيريتي. عندي 16 سترينث و 12 ديكستيريتي مزيان. وبحال هكا غادي نخليوها في هاد الحلقة هادي. شفنا فيها كيفاش نوصلو هنا ناخدو الدريكسور. الحلقة الجاية ان شاء الله غادي نكملو وندوزو لأندد بارش نشوفو كيفاش نضربو مع داك الحلوف اللي كان واقف تما. نتمنى ان الحلقة تكون عجباتكم. كان عندكم شي تساؤل خليوه في الكومنتار نجاوبكم عليه. ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. الله يعاون. تهلاو. باي باي.